حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه اسبوعيه جديده من برنامجكم ويبقى المسرح وعوالم ابي الفنون الانسانيه والنبيله. عصام يا حسامي يا عصام، لقد أصبحت ذا رأي سديد به يستأنس الجيش الهمام. بثأر أبيك خذ من قاتليه، وإلا عابك العرب الكرام. لا لا لا، وهل أبي قد مات قتلا؟ وأنا يقتل البطل الهمام؟ بحق المصطفى، بحق المصطفى ما ذقت عيشا إذا عاشت أعادينا اللئام. الكاتب المسرحي صالح كرامة، والمحطات والتجارب المختلفة في حركة التأليف المسرحي الإماراتي. أبدا يا سيدي، كلمة السفلي ليست شتيمة. ماذا تقصد إذن بكلمة السفلي؟ الناس أغبياء يا صديقي، ولا يعرفون ماذا يجري حولهم. فعليا لا يحظي إلا بالمال. شهدت حركة التأليف المسرحي تطوراً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل التربة الخصبة الحاضنة للفن المسرحي، والذي من خلاله برزت العديد من الأسماء التي شاركت بإسهاماتها المتنوعة، ومن منطلق وعيها بأهمية دور الكاتب في المنظومة الإبداعية للعرض المسرحي. كان المسرح في حي الشعبي عندنا في الباور هاوس في أبوظبي، فهناك بدأت علاقتي بالمسرح في منطقة البارهوس. هي منطقة شعبية، وكان يوجد مسرح اسمه مبنى اسمه مسرح الاتحاد، وكان كثير يرتادون من المخرجين، أهمهم إبراهيم جلال وصقر الرشود أيضا ارتاده، وفاروق أوهان أيضا. فبدأت بدايتي أيضا عامل ديكور وما شابه ذلك يعني، وثم درجت لممثل في المسرح. هذا عام 1977 في بداياتي في المسرح، والتقيت مع الكوكبة هذا من الممثلين والفنانين، وبدأت أدخل هذا المجال بشكل سلس جدا، ومن ثم تطورت علاقتي بالمسرح أكثر وأكثر، حتى وصلت لأيام الشارقة المسرحية التي هي توجت بأعمالي المسرحية. طبعا أنا بدأت في الأساس بالمسرح، بدأت كاتب قصة قصيرة في الأساس، في بداية قصة قصيرة، وحزت على جائزة التأليف القصة القصيرة عام 1982، ومن ثم تدرج هذا علاقتي بالفن. بالفن هو مجمل يعني، لا نستطيع أن نفصل المسرح ونفصل القصة عن المسرح ونفصل بقية الفنون، لأن المسرح يحوي كل الفنون ما فيها التشكيل يعني. ولذلك بدأت عام 1982 كتبت القصة القصيرة، وعام 1984 بدأت أول قصة، أول مسرحية لي اسمها لا فات الفوت أيضا، واستمريت هكذا بالمحلية بالمحكية، ومن ثم بدأت أكتب المسرح بشكل احترافي يعني. واشتركت أيضا مع الدكتور جواد الأسدي في كتابة مسرحية البانيو، ومن ثم عدت مسرحية حديث المقهى، وبالتالي كتبت عيناها التي يعني تعد بداية بالنسبة لي ككتابة احترافية في المسرح. وأيضا قدم لي نصوص كثيرة جدا، منها نص المصباح قدم في برلين عن طريق البروفيسور عوني كرومي الله يرحمه، وأيضا ترجمت أعمالي إلى اللغة الإنجليزية. آخر عمل اللي هو واسيني تم تقديمه بجامعة أرغون بأمريكا، ويعد منهجا دراسيا لطلاب الجامعة في أرغون، وهي أعرق جامعة في على مستوى العالم يعني، تعد من 50 جامعة على مستوى العالم. النصوص البداياتية دائما تكون بشكل تقريبا ارتجالية، ويغلب عليها الطابع الكوميديا تقريبا، وتقريبا محاكاة لما يدور في الساحة. تتميز الكتابة في ذلك الوقت هي
تقريبا محاكاة لما للمسرح الخليجي، ولكن وجود كوكبة من الفنانين والمخرجين العرب في دولة الإمارات ساهم كثير جدا في رفع الذائقة الفنية، لأن تم في تلك الفترة تم يعني مثلا وضع مخرجين عرب في كل فرقة، توزيعهم هؤلاء تستمد الفرق منهم، آخرهم طبعا يحيى الحاج الله يرحمه كان أيضا من ضمن هذا الناس الكوكب الذين يعني كانوا أساسا في الفرق المسرحية، يوسف خليل كان أيضا في الفرق المسرحية، بالإضافة إلى المهرجانات التي واكبت هذه الفترة. ولكن هناك في نقلة نوعية صاحبت هذا، عندما التقيت مع الدكتور جواد الأسدي وأخرج مسرحية مندلي في أبو ظبي، التقينا وتحدثنا عن جوف النص، كتابة النص المسرحي، ثم التقينا سويا وكتبت سويا معه مسرحية البانيو. هناك بدت إشراقات في أن أطلع على الكتابات الأخرى، أيضا أرشدني هذا الرجل إلى أن أقرأ تشيخوف بشكل أوعى، وقرأت تشيخوف بشكل جميل، وقرأت إبسن، وكنت في السابق أقرأهما وأقرأ شكسبير بشكل أكثر نضجا. يعني هذه المحطات بالتحديد واكبت في تغير إنمائي في الكتابة عندي، تغير تكنيك في الكتابة عندي، المشاهدة المستمرة. لا تنسين أن أنا أيضا ذهبت إلى درست السينما في نفس الوقت، وتخرجت من معهد السينما، وأخرجت أول فيلم إماراتي طويل اسمه حنة، أول فيلم إماراتي دولي طويل اسمه حنة، واشتركت ب 2008 به. فبالتالي هذه التجربة الوعي وتجربة النضج لا تأتي هكذا اعتباطا، تأتي من خلال القراءات، من خلال الطلعات، من خلال مشاهدة مستفيضة. قوتها من هي؟ الكاتب المسرحي صالح كرامة، تجارب تأليفية مختلفة تكللت بحصدها العديد من الجوائز التأليفية على مستوى الكتابة المحلية والخليجية، عاكسة الإيمان العميق للكاتب الإماراتي بمشروعه المسرحي وخطورة أبعاد خطابه. المحطة المهمة في حياته هي عندما كتبت نص المصباح. نص المصباح هذا شاهد قرأه عوني كرومي، هذا عام تقريبا 1998، فذهب مباشرة وأخرج العمل في برلين، ومن ثم اطلع أيضا على نصوص الدكتور جواد الأسدي، وأيضا نصحني بالقراءة المستفيضة. المحطة الأساسية التي حققت لي هذه التجربة اللي هي عندما سنة 2000 أو 1999 تقريبا كتبت نص اسمه عيناها، ومثل في أيام الشارقة المسرحية، هذه عيناها وطبع أيضا من خلال دائرة الثقافة ومشكورين يعني. فكان كم أنا سعيد أنني أنجزت عملا مسرحيا بهذه الجودة على مستوى النقاد، حتى على مستوى النقاد في الندوة التطبيقية أشادوا بهذا النص اللي هو عيناها، وأنه ينبئ بكاتب جديد في الساحة. ولله الحمد من هنا ظللت أواصل هذا الكتابة، أواصل الانفتاح على الآخر، مشاهدتي المستفيضة حقق لي هذه النقلة. وبعدها كتبت مسرحية أيضا كعشاق القمر، هذه من المسرحيات المهمة عندي بعدها، فتواكبت لدي الكتابة. فأيضا هناك ليست الكتابة اللي هي تأتي، الكتابة لا تأتي فرادا حتى تكتب مسرح بشكل تكنيكي، يعني لابد أن تمر بعدة تجارب. المحطة الأخرى التي يعني فعلا حققت لي نقلة نوعية هي عام 2007، عندما أنا كتبت نص، هو 2005 كتب نص حاول مرة أخرى، و2007 فاز بأفضل كاتب عربي في مهرجان العربي بالقاهرة. كم كنت أنا سعيدا، يعني هذه المحطة التي فعلا حققت لي نوعية
معينة من الكتابة. حاول مرة أخرى، ترجمت إلى الإنجليزية وتم اشتغال عليها من خلال مخرجين أوروبيين. كل النصوص ترجمت إلى الإنجليزية وتم الاشتغال عليها على النصوص على بشكل من خلال الأوروبيين أيضا. جميل جميل، عليكم أولا أن تتخلصوا من الخلاص. سيتم تعذيبكم وتكميمكم بالمراوح. خذ الأرض شكلت عندي نوعية معينة عند في ذاكرتي 2009 وحد الآن، وتقدو حية لحد الآن. هذا شيء يعني سعيد جدا فيها، وأن تظل هذه المسرحية في الذاكرة، في ذاكرة النقاد، وهذا شيء كثير مهم جدا بالنسبة لي. أنا أيضا سنة 2007 فزت بأفضل كاتب في مسرحية هوى بحري في الشارقة هنا، وهذا أيضا تعد منعطف كثير مهم بالنسبة لي. هوى بحري كتبت 2007 وفازت 2008 أيضا، 2009 هذه المسرحية خذوا الأرض أيضا فازت هنا في النصوص المسرحية، ولكن ما كنت أتوقع أن هذا النص يظل حي في الذاكرة لحد الآن، وترجم إلى الإنجليزية أيضا هذا النص أيضا. ولذلك النصوص التي أكتبها هي تقريبا نصوص قريبا من الواقع، والشخوص هي قريبة من واقعنا الحياتية، فبالتالي النضج لا يأتي بشكل بداياتي أبدا، يأتي بشكل تراكمي كبير. طبعا أهم الجوائز اللي حصلت عليها 2014 أفضل نص بالكويت، يعني بمهرجان الكويت أفضل نص قدم، حاول مرة أخرى قدمها الدكتور مبارك المزعل، فأخذت أفضل كاتب. ولكن خذ الأرض الآن 2019 طبعا يعني عد من أثمن الجوائز اللي أخذتها. أنت تهربني أليس كذلك؟ قل لي سيدي، ماذا تريد مني بفضل؟ أريدك أن تقول الحقيقة. صاحب سمو الشيخ سلطان القاسمي هو أبو المسرح، وهو يقدق على المسرحيين بكل ما أتي من 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 لكي يقدم المسرح بشكل فعلي. وفعلا أنا أجد أن أيام الشارقة المسرحي، وأجد أن وهذا الاهتمام المتزايد في تقديم مسرح إماراتي أثمر عن مجموعة من الكتاب. ليست هناك أزمة نص مسرحي إماراتي بالتحديد، هي ندرة في النصوص المسرحية مع الأسف. وهذا الاهتمام المتزايد وهذا الأيام الجميلة التي يعني تقدمها الشارقة، شارقة الحب، فهذا شيء كبير وسام على صدورنا حقيقة. أيام الشارقة المسرحية هي في تنامي، والقائمين عليها يقدمون كل جهدهم في تقديم هذا، وطبعا صاحب السمو يولي اهتمامه بهذه الأيام. الأيام الآن أثمرت أخرجت جيل جديد في العمل المسرحي. الفراغ المسرحي الداخلي هو ذلك الجزء من الفراغ المسرحي الذي يراه الجمهور. الفنانة آلاء شاكر والمحطات والتجارب الإبداعية في المشهد المسرحي الإماراتي. هيا تعال يا صقر، تعال عرف علي الليلة قبل لا يستخبروني يمنعونا. عيبتك المثل اللي أنا فيه، أنا أتي من المكان الحقير هذا. تعد أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية رائدة على المستوى المحلي والخليجي والعربي. فمنذ انطلاقة مسيرتها منذ أكثر من 3 عقود، كانت الحاضنة الأولى لمختلف المواهب المسرحية الإماراتية والعربية التي قدمت أجمل الإبداعات. ومن أبرز تلك الأسماء الفنانة آلاء شاكر التي شاركت بأدائها التمثيلي في العديد من التجارب المسرحية الهامة، حصيدة من خلالها 2 جائزة الفنان المسرحي المتميز من غير أبناء الدولة. طبعاً المسرح الإماراتي يمكن نتكلم عن قبل أكثر من 20 سنة، كانت تجربة مختلفة تماماً، بس اللي استمر فيها اللي هو الإبداع والتنافس اللي إحنا نشوفه في كل دورة. هذه الروح أنا
ما استغنيت عنها إلى اليوم. أتعلم من كل دورة مسرحية، إن كان من خلال العروض اللي تقدم أو من خلال مشاركاتي. قدمت الكثير من الأعمال المسرحية، منها الرحى، عشوان، آخر ليلة باردة، أمس البارح، ليلة ضحى قبل الأخيرة، والساعة الرابعة هي اللي هي آخر أعمالي. اللي كانوا موجودين طبعاً أوجه لهم التحية، الأستاذة سميرة أحمد، عائشة عبد الرحمن، اللي اشتغلت معهم. في بعض الفنانات تواجدوا لفترة ما ومن بعدها تركوا التمثيل للأسف، وإحنا نفتقدهم لأنه كانت طاقات فنية. كان العنصر النسائي العدد قليل جداً، يعني كل سنتين ثلاثة يمكن يطلع عنصر نسائي واحد. الفرق اليوم إحنا نشوف عدد الشباب، عدد الممثلات والممثلين بكثرة، وسنوياً قاعد المسرح يستقطبهم من خلال المهرجانات أكيد، اللي قاعد يقدمونها من خلال مهرجان الشباب أو مهرجان المسرحيات القصيرة، فتبدي انطلاقتهم التأسيسية لحد ما يصلون لأيام الشارقة المسرحية. ترى هذيلا يبون يسوون سوا، يكون يفرقونا ويرتاحون. عاشق 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 تعال. طبعا بدايتي في المسرح الإماراتي في أيام الشارقة، أول مسرحية لي كانت هي مسرحية الياسوم للمخرج أحمد الأنصاري، وكانت باللهجة الإماراتية، اللهجة المحلية. تم ترشيحي من قبل الفنانة الإماراتية هدى الخطيب. كنت أواجه الصعوبة لأن كان يعني توني جديدة في البلد اللي يمكن سنة أو سنتين، فاللهجة الإماراتية كانت صعبة علي جداً، بس للأمانة بذلوا جهد كبير معي، واليوم أنا أتقنت اللهجة الإماراتية باحتراف، وقدرت أني أقدم هذه المسرحية اللي نالت إعجاب الجمهور، وكانت بدايتي وانطلاقتي في المسرح الإماراتي. مسرحية الياثوم أنا كان دوري فيها الجنية، اللي هي تلبس أحد الشخصيات، وقلت لك باللهجة المحلية كانت طبعاً، مع المخرج المبدع المتميز أحمد الأنصاري. وأعتقد أنا لي تجربتين فقط مع الأستاذ أحمد الأنصاري، اللي هي مسرحية الياسوم ومسرحية عشوان. كانت تجربة مميزة جداً، من خلالها اتعرف علي الجمهور والفن الإماراتي، وأنا أيضاً اتعرفت على الفن الإماراتي. حفظ ريولهم وهم يركضون وراء أبوي يخطبوني منه، هذا اللي خلى كل الحريم يحترم ويغرم الكبار. أيام الشارقة المسرحية يعني أنا أعتبر جزء من هذا المهرجان، رغم أنه أنا جيت وهو كان يعني بادي إلى كم سنة، بس أنا أعتبر نفسي أنه أنا جزء منه، لأن قاعد أشوفه يوم عن يوم قاعد يكبر. هذا المهرجان مهم للفنان الإماراتي وللفنان العربي اليوم، ولكل فنان مقيم على هذه الأرض، فوجود هذا المهرجان مهم لخلق الإبداع، لفرز الطاقات اللي موجودة، أو للوعي، للمشاركة في المهرجانات العربية، لأن من أيام الشارقة المسرحية نحن ننطلق إلى العربية. هذه التجارب أنا بالنسبة لي إنهم جزء من حياتي، جزء من تكويني اللي أنا فيه اليوم. أنا ما وصلت للشهرة في التلفزيون ولا الإبداع ولا الحرص ولا الالتزام لولا ما تعلمت من المسرح. المسرح هو اللي خلاني أوصل لهذه الدرجة العالية من تحليل الشخصية، من الالتزام، من التفكير اللي أنا فيه اليوم. والمسرح لأنها تجارب بشكل يومي، يعني آخر مسرحية كنت أشتغلها الساعة الرابعة، أنا كنت كل يوم بشكل مختلف لحد ما وصلنا للمرحلة النهائية، الثوب الأخير اللي إحنا قدمناه للجمهور. فتجسيد الشخصية بالمسرح هذه ممارسة وبشكل يومي. العطاء مستمر. إذا تشوفين فنانين اللي احنا يقولون الجيل القديم أو الجيل الجديد، المسرح متجدد ودائماً كل ما نقف على المسرح كأننا نقف لأول مرة. ما تغير فينا شيء احنا كفنانين من هذاك الزمن إلى هذا الزمن، بالعكس احنا كل يوم تجربتنا تكبر، بس يكون بعض العتب لما نشوف البعض مو ملتزم أو مو حريص أو ما عنده هذا الحرص الشديد اللي يكون موجود عندنا طبعاً، وأكيد نوجه النصح، والبعض يجي يتعلم من تجاربنا أكيد. تحديات
ما كان في تحديات للأمانة، لأن كل شيء كان متوفر. خشبات المسرح كانت متوفرة، والمسرح كفاح. إذا أنت ما عانيتي وتعبتي واجتهدتي وبذلتي عرق على هذه الخشبة، ما راح توصل النتيجة المرضية للجمهور. الفنانة آلاء شاكر، محطات فنية إبداعية في مجال أبي الفنون، تعكس بكل قوة روعة المشهد المسرحي الإماراتي ومدى الرعاية الهامة التي يحظى بها المسرح ضمن مشروع الشارقة الثقافية التنويرية. عندي مسرحيتين أخذت عليهم جائزة الفنان العربي المتميز، اللي هي أمس البارح مع الفنان جمع علي إخراج عبد الرحمن الملا لمسرح كلباء، وعندي مسرحية الساعة الرابعة لمسرح الشارقة الحديث للمخرج إبراهيم سالم والكاتب طلال محمود. طبعاً المسرحيتين أنا مو لأني أخذت عليهم جائزة، بس فعلاً هذيلا محطات اثنين لهم تأثير كبير في حياتي. أمس البارح هي مسرحية عبارة عن شخصين موجودين على المسرح يبتدون من عمر 70 سنة يوصلون إلى عمر 30 سنة، فهذا التنازل التدريجي في العمر هذه في صعوبة شوي. فهي قصة زوجين اثنين قاعد يرجع فيهم الزمن لحد ما يوصلون لثلاثين سنة. التأليف جمع علي وتمثيل جمع علي وإخراج عبد الرحمن الملا لفرقة كلباء. المسرحية الثانية اللي نلت عليها جائزة الفنان العربي المتميز هي مسرحية الساعة الرابعة. هاي المسرحية ما كنت أتوقع نفسي أنه أنا في يوم من الأيام راح أوصل هذه المرحلة من الوسواس في هذه المسرحية، لأن هي تتكلم عن 5 شخصيات عندهم الوسواس يجتمعون في عيادة الدكتور، والدكتور هو نفسه أساساً أيضاً عنده وسواس. فهاي المسرحية إلى اليوم أنا أتعامل فيها. إلى اليوم أنا عندي هذا الموضوع نوعاً ما، أتذكر أنه أنا ما طلعت من هذه الشخصية. دائماً إحنا نعتمد على الغير. في هاي المسرحية اعتماد كلي أنه أنت شخص توهم نفسك أنه أنت مصاب، فلا بد أنه أنت تعالج نفسك بنفسك. فالساعة الرابعة تتكلم عن وسواس النظافة. اليوم اللي العالم كله عايش الشخصية اللي أنا قدمتها في الساعة الرابعة. آلاء شاكر، طبعاً الدعم اللي قاعد يقدم للمسرح الإماراتي من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الله يطول عمره ويحفظه لنا يا رب، شيء نحسد عليه في الوطن العربي جميعاً. نمشي بكل فخر في كل مهرجان أنه إحنا أبناء المسرح الإماراتي. أنا أعتبر نفسي بنت المسرح الإماراتي، لأني أنا ربيت في هذا المسرح وتعلمت في هذا المسرح وطلعت من هذه الأرض، أنا كونت نفسي فيها. المسرح أعطاني الكثير، دعمني، تعلمت منه القوة والصبر والتحمل. عمري ما حسيت أنه أنا في غربة، أنا دائما كنت أحس نفسي أنه أنا وسط أهلي. الدعم اللي قاعد يقدمه لنا إحنا فخورين فيه اليوم وباكر وباقي السنين كلها، وحتى للأجيال القادمة، أنه في مسرح في الإمارات، في ثقافة مسرحية. ومثل ما أنت شايفة اليوم المسرح وصل لكل مكان في الوطن العربي بدعم من الشيخ سلطان، وأيضاً المسرح المدرسي هذا شيء إحنا طلعنا من عنده. اليوم أنا قاعدة أشوفه في الموجود في على أرض الإمارات، هذا شيء نفخر فيه، لأن المسرح هو مو بس تمثيل، هو يدربك على قوة شخصية وإلقاء وأداء. مو شرط أنه كل من دخل المسرح المدرسي طلع ممثل، لا، هذا ينمي من شخصيتك، ينمي من, 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 من لغتك الحوارية، ينمي من فكرك، من وعيك، من ثقافتك. هذا هو المسرح اللي قدم لنا يا شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على طبق من ذهب. ألف شكر. منحة الممثلة آلاء شاكر، جائزة أفضل فنان عربي متميز عن دورها في مسرحية أمس البارحة، إنتاج فرقة مسرحية كلباء الشعبي. شباب عط، يا ابوي عط عمي. لا فهد يا ولدي، انا مال عيني الدكتور ما اشرب حلو لان عندي السكري زياده. السكري احسن لك، كاس نمل دولك، كاس نمل.
سلامتك يا عمي سلامتك. الله يسلمك ابويا. ذف إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا الأسبوعية من برنامجكم ويبقى المسرح. دمتم في أمان الله. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.